بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 96. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد في برنامجكم اليومي نور على الدرب. ضيف هذه الليلة فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نحن في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أول أسئلة هذه الحلقة فضيلة الشيخ من المستمع حمدان صديق من جمهورية مصر العربية قنا نجع حمادي، بعث عددا من الأسئلة. يقول في أولها: هل يصح لي التيمم للصلاة مع كون الماء موجودا على مسافة تقرب من كيلو متر واحد وذلك في أثناء العمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب استعمال الماء الطهور في الوضوء والاغتسال من الحدثين الأكبر والأصغر من أجل الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. فأوجب الطهارة بالماء مع وجوده والقدرة على استعماله، ولا يجوز أن يتيمم الإنسان بالتراب وهو قادر على استعمال الماء والماء متيسر قريبا منه كما ذكر السائل. فإن فعل فإنه لا تصح صلاته، لأنه توضأ، لأنه تيمم بالتراب مع وجود الماء، والله جل وعلا اشترط في التيمم عدم الماء. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولو كان الإنسان في عمل فإن هذا لا يبرر له ترك الوضوء وترك الاغتسال وطلب الماء القريب منه. نعم، ثابكم الله ونفع بعلمكم. يقول في سؤاله الثاني: كثيرا ما نرى ونسمع في المساجد قراءة القرآن على مكبرات الصوت وذلك يوم الجمعة قبل الأذان، فما حكم هذه القراءة؟ هل هي موافقة للسنة أم لا؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. هذه القراءة في لا أعلم لها أصلا، والمطلوب ممن حضر لصلاة الفريضة أن يشتغل بصلاة النافلة حتى يأتي الإمام، أو أنه يشتغل بتلاوة القرآن كل يتلو لنفسه، أو أنه يشتغل بذكر الله عز وجل من التسبيح والتهليل والتكبير. أما أن يقوم قارئ ويقرأ في مكبر الصوت ويشوش على الحاضرين الذين يريدون صلاة النافلة، أو يريدون أن يقرأوا القرآن ليحصلوا على الأجر، أو يريدون الاشتغال بذكر الله عز وجل. نعم. هل في هذه الثلاثة تفضيل وارد الشيخ؟ نعم. لمن حضر الجمعة، هل أفضل في حقه أن يصلي نافلة تنفل كثيرا أو يقرأ القرآن؟ يقرأ يتنفل ما تيسر له، وأقل ذلك تحية المسجد. وإن صلى حتى يخرج الإمام للخطبة فهو أفضل أن يشتغل بالتنفل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله الأخير: ما أقل عدد تصح به صلاة الجمعة؟ الصحيح أن تنعقد صلاة الجمعة بثلاثة فأكثر، أنها تنعقد بثلاثة فأكثر، وذلك لأنه لم يصح في اشتراط عدد معين أكثر من الثلاثة، لم يصح به دليل، وإنما هي اجتهادات من الفقهاء وآثار رحمه الله لا تصل إلى حد اشتراط العدد المعين. نعم، ثابكم الله. المرسل مواطن من جنوب المملكة يقول: حججت بأسرتي وعددهم 9 أشخاص، وفي آخر يوم ذهب ابني لرمي الجمرات وأخبرني أنه رمى عنا جميعا، فاعتمدت أن ذلك يجزي لعدم علمي بالحكم. ثم يقول: حججت وحدي مرتين وأرمي في آخر يوم قبل الزوال، حيث إني أعتبر اليوم العاشر من أيام منى التي قال الله تعالى عنها: فمن تعجل في يومين الآية. أرجو من فضيلة المفتي بعد الاطلاع على الجواب من الشق الأول من السؤال، وهو أن ابنه رمى عنه وعن من معه بدون إذنهم وبدون توكيلهم لا يجزي. هذا لا يجزي لأنهم لم يوكلوه في ذلك، فعليهم بدل ما حصل فدية، كل واحد عليه فدية يذبحها في
مكة ويوزعها على فقراء الحرم، لأنهم تركوا واجبا من واجبات الحج فلا بد من جبره بالدم، ومن لم يستطع الذبح لفقره وعسرته فإنه يصوم 10 أيام. نعم. يقول: أرجو بعد الاطلاع الجواب عن النقاط التالية. إذا لزمتني فدية فإنها قد تصل إلى 3000 ريال، فهل يجوز توزيع المبلغ على فقراء الحرم لمن يطلبها داخل الحرم صدقة؟ الشق الثاني السؤال اللي مر. الشق الثاني يقول: حججت وحدي مرتين وأرمي في آخر يوم قبل الزوال، حيث إني أعتبر اليوم العاشر من أيام منى التي قال الله عنها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الرمي في اليوم العاشر يبدأ من منتصف الليل ليلة النحر، فلو رمى بعد منتصف الليل أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر أو بعد العصر أو حتى بعد المغرب جاز ذلك. وأما في بقية أيام التشريق 11 و12 لمن تعجل و13 لمن تأخر فلا يجوز الرمي ولا يجزي إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي إلا بعد الزوال، ويقول: خذوا عني مناسككم، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون زوال الشمس ثم يذهبون للرمي، فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال في أيام التشريق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه بين لهم الرخص التي تجوز لهم ولم يأتي فيها أنه رخص لهم أن يرموا قبل الزوال. نعم. يقول: فعليه على من فعل ذلك عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يذبح فدية عن هذا الرمي لأنه وقع في غير وقته فلا يصح. نعم. يقول: بالنسبة للسؤال الأول فضيلة الشيخ، إذا لزمتني فدية فقد تصل إلى 3000 ريال، هل أتصدق بها مالا على فقراء الحرم أم أجعلها فدية دم؟ هذه مبالغة، لا تصل الفدية إلى 3000 ريال. يقصد عن مجموع الأشخاص 9، إذا كان عن يعني عدة فداء عن أشخاص. نعم. فلا يجوز إخراج القيمة، لا بد من الذبح، إخراج القيمة لا يجزي عن الفدية. يقول: كان ضمن الأسرة وقت الحج 4 لم يبلغوا سن الرشد، فهل عليهم فدية؟ إذا حجوا واعتمروا عليهم فدية التمتع، وإن تركوا واجبا من واجبات الحج فعليهم فدية البدل، بدل ترك الواجب ولو كانوا صغارا، عليهم ما على الكبار. نعم. يقول: إذا لم تدفع الفدية فهل يحتسب للحاج ما عقل من حجه كما في الصلاة، أم أن حجه يبطل أم يعذب في النار؟ يبقى حجه صحيح لكنه يبقى ناقصا وتاركا لواجب من واجباته، فلا بد من الفدية لمن يقدر عليها أو الصيام، وتكون الفدية مما يجزئ في الأضحية، تتوفر فيها شروط الأضحية، ولا بد أن يكون ذبحها وتوزيعها في الحرم في داخل أميال الحرم على فقراء الحرم. نعم. قولها أنه يعذب في النار شيخ، هل من تعليم؟ العذاب هذا عند الله سبحانه وتعالى، لكنه ترك واجبا وهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم. المستمع محمد عبيد بعث أيضا بعدد من الأسئلة، يقول: هل صلاة الجمعة تنعقد بأقل من 40 رجلا؟ نعم، صحيح أنها تنعقد ب3 فأكثر، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن اشتراط عدد معين للجمعة لم يدل عليه دليل صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي اجتهادات من أهل العلم. نعم. أثابكم الله. في سؤاله الآخر يقول: هل الدعاء بجاه الصالحين جائز؟ هذا بدعة، لا يجوز التوسل بجاه الصالحين ولا بذواتهم، لأن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك، والدعاء عبادة عظيمة، قد أمر الله بدعائه ووعد بالإجابة، ولم يأمر بالدعاء بالجاه أو بالوسيلة، أو لم يأمر بذلك، بل أمر بدعائه مباشرة. نعم. ويستوي في ذلك رسول الله وغيره؟ نعم، لا يجوز التوسل بجاه مخلوق لا الأنبياء ولا غيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فهو بدعة وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك. نعم. أثابكم الله. يقول في سؤال ثالث: البيع المؤجل بغية ثمن أكثر من البيع الحاضر، هل فيه ربا؟ ليس فيه ربا، يجوز البيع حالا ومؤجلا بأكثر من الثمن الحال ومقسطا، كل هذا جائز، لأن الأصل في المعاملات الحل، الحمد لله، إلا ما دل الدليل على تحريمه، ولقوله جل وعلا: وأحل الله البيع محرم الربا. نعم. كثرة هذا الربح وقلته شيخ، هل لها حد من الآداب الشرعية أو الأحكام؟ يعني وإن كثرت الفائدة، هذا يتبع السعر ويتبع أيضا ويتبع المتوسط، الربح المتوسط الذي ليس فيه إجحاف بالبائع ولا ظلم للمشتري، يتوسط، هذا هو المطلوب. نعم. السؤال الرابع
هذا يقول معلم ابتدائي يتغيب كثيرا عن الأطفال، كيف تكون المعاملة معه؟ كما أرجو منكم كلمة توجيهية إلى جميع المعلمين في العالم الإسلامي عظم أمانتهم ومسؤوليتهم. الواجب على المعلمين وعلى غيرهم من يتولون أعمال المسلمين أن يعتبروا ذلك أمانة في أعناقهم، وأن يقوموا بالواجب الذي عهد إليهم به، ولا سيما تعليم أولاد المسلمين، فإنه أمانة عظيمة. فلا يجوز للمدرس أن يتساهل في هذه الأمانة، وأن يتخلف أو أن يضيع الوقت في وقت الدرس من غير فائدة، أو أن يجلب لهم أفكارا سيئة وتوجيهات سيئة، بل عليه أن يوجههم الوجهة الصحيحة، وأن يعلمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. فهذا العمل أمانة في ذمته، ولا يحل له ما يأخذ من الراتب إلا إذا أدى العمل على الوجه المطلوب، لأن هذا في مقابل هذا. نعم. يقول كيف التعامل مع ذاك المعلم الذي يتغيب عن أطفاله كثيرا؟ التعامل معه بأن يناصح أولا، فإن لم يمتثل فإنه يبلغ المرجع، مدير المدرسة أو مدير التعليم، يبلغ بذلك ليأخذ على يده. نعم. في سؤاله الأخير يقول: إذا سهى المصلي في الصلوات الإبراهيمية هل تتم صلاته أم عليه أن يعيد الصلاة؟ الركن والواجب هو الصلاة على النبي بأن يقول اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الواجب، وما زاد عليه فهو مستحب، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذه الزيادة مستحبة، ولكن الركن هو أن يقول اللهم صلي على محمد بعد التشهد الأول، يعني بعد ما يأتي بصيغة التشهد الأول في التشهد الأخير. نعم. المرسل ميم نون ألف من جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: فعلت ذنبا من الذنوب ثم حلفت بالله ألا أرجع إليه مرة أخرى، لكن ذلك تكرر مني أكثر من مرة حيث إني أضعف، فماذا أفعل؟ وما تكفير هذه الأيمان؟ أفيدوني أفادكم الله ونفع بعلمكم. إذا كنت فعلتها بدون أن تكفر، فعلتها وكررتها بدون أن تكفر، فإنك تكفر كفارة واحدة، لأنها أيمان على شيء واحد وموجبها واحد، فتكفر كفارة واحدة. أما إذا كنت حلفت ثم حنست وكفرت ثم فعلت مرة ثانية، فلا بد من تكرار الكفارة لكل مرة. نعم. لعل مثل هذا يا شيخ يدل على وجود شيء من الوازع الديني في نفس هذا السائل وأمثاله جزاه الله خيرا، لكنه يريد تقويته بيمين يلزم نفسه به، فهل من سبب آخر غير اليمين يقوي به المرء وازعه الديني توجهون إليه جزاكم الله خير؟ الوازع هو الخوف من الله عز وجل، الخوف من الله والخوف من عقابه، هذا هو الوازع. يعني هل له أن يقوي ذلك على نفسه باليمين أو بأساليب أخرى كصحبة الصالحين والنظر في العلم؟ عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يخشى مخالفة أمره وارتكاب نهي، هذا هو الدافع، وهو الذي يحمل الإنسان على ترك المحرمات، الخوف من الله والخوف من العقوبة لمن خالف أوامر الله سبحانه وتعالى. وتلاوة القرآن الكريم وتلاوة وقراءة الأحاديث والمواعظ وكلام أهل العلم، هذا مما يزيد الإنسان باعثا على ترك المحرمة بلا شك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. المرسل ألف عين عين من جمهورية مصر العربية يقول: إذا طلعت الشمس فقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نصلي حتى ترتفع إيد رمح، فكيف نحدد مقدار الرمح؟ هذا شيء اصطلاحي وتقريبي، المهم إذا ارتفعت الشمس عن الأفق فإنها حينئذ تجوز الصلاة. نعم. عن الشفق يعني أدنى الأفق؟ عن الأفق أفق المطلع. نعم. محمد حامد محمد من مصر كفر الشيخ له عدد من الأسئلة، يقول في أولها: ما حكم لبس الخاتم من البلاتين أو الماء أو الألماس للرجال؟ يجوز للرجال لبس الخاتم من أي مادة كان، من الفضة أو من البلاتين أو إلا الذهب. الحمد لله. فإن الله حرم لبس الذهب على الرجال، وما عداه من الخواتيم فلا بأس، وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة. نعم. يقول في سؤال آخر: ما حكم استخدام الكحول الأبيض في تطهير بعض الجروح، وهل ينقض الوضوء؟ إذا كان هذا الكحول يسكر فإنه لا يجوز استعماله، لأنه نجس، لأن الصحيح أن المسكر نجس وحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام، فلا يجوز استعماله
استعمال ما يسكر من الكحول والأشربة وغير ذلك. نعم. يقول هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، ولكن يغسل ما أصابه لأنه نجس. نعم. سؤال الثالث يقول فيه: ما حكم الوضوء بالماء المعتصر كماء الورد مثلا؟ لا يصح الوضوء إلا بالماء المطلق الذي أنزله الله عز وجل، كما قال تعالى: وأنزل من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو ماء الأمطار وماء الأنهار والبحار والآبار وذوب الثلوج، كل هذا يتطهر به لأنه مما أنزله الله سبحانه وتعالى. وأما عصير الأشجار أو عصير الفواكه هذا لا يصح الوضوء به لأنه ليس ماء مطلقا. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول فيه: ما حكم إجهاض المرأة؟ يحتاج إلى تفصيل. إذا كان عليها خطر على حياتها، إذا كان فيه خطر على حياتها من بقائه، فإنه يجهض للضرورة، ولكن هذا لا يكون إلا بتقرير لجنة طبية موثوقة وبفتوى من أهل العلم. ما يحل أنها تجهض أو أن وليها يأمرها بالإجهاض إلا بفتوى من أهل العلم مبنية على تقرير طبي موثوق من لجنة طبية، اثنين فأكثر. نعم. في سؤال الأخير هذا شق مستقل جعله ضمنه، يقول: وعملية ترقيع غشاء البكارة للفتاة المغتصبة، وهل تخبر من يتقدم لها للزواج؟ هذا لا يجوز، ترقيع لا يجوز، لأن فيه تدليسا، لأن فيه تدليسا على الزوج، وفيه كتم للعيب الذي فيها، هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعة من مصر أيضا تقول في سؤال لها: ما حكم من لا ترتدي الحجاب الشرعي وهو حجاب الوجه، وإذا كانت تجد صعوبة في ارتدائه من قبل أهلها لعدم موافقتهم على ارتدائه، فهل إذا خالفتهم وارتدته تصبح آثمة؟ لا، تكون آثمة لو أطاعته. الحمد لله. أما إذا خالفتهم التزمت بطاعة الله فهي مأجورة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا يشمل الوالدين وغير الوالدين، لا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الله. وكشف الوجه عند الرجال الأجانب هذا من معصية الله سبحانه وتعالى، ومما حرمه الله، فيه مخالفة لأوامر الله لنساء المسلمين بالحجاب، فلا يجوز هذا. ولو نالها بعض الأذى وبعض المشقة فإنها تصبر وهي مأجورة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. إخوتنا المستمعين الكرام، تفضل بالجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته ما تكرم به من جواب، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. ونحن نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم على عنوان البرنامج الدائم: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. تقبلوا في الختام تحية من زميلي في هندسة الصوت عبد الله العريف الحربي، والسلام عليكم ورحمة الله.